سلام البنات، مرحبا بكم على قناتي قناه مرآتي. نتمنى يا ربي تصدفكم لا فيديو ديالي في احسن صحه وفي احسن حال. بغيت نبارطاجي معكم هاد لي ميني تاكوس كيجيو زوينين بزاف. الورقه نتاع التاكوس اكيد لعشاء خفيف او لغداء خفيف او في ميريندا كيجيو زوينين ومجعبين وروعه روعه. تبعوا معايا الفيديو من الاول للاخر وشوفوا طريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نديرهم، غادي نضيف الكفيته ديالي. انا كانت عندي كفته تاع لبن، ممكن ديروا كفته، ممكن ديروا كبده، ممكن ديروا لحم، حوت اللي عندكم متوفر. هنا عندي واحد الكميه نتاع الزيتون حتى هي ضفتها. غادي نضيف القليل من الابزار. انا ماشي من عشاق البزار بزاف البنات، اللي كيتبعوا الوصفات نتاعتي كيشوفوني كان عندك البزار والملحه كندير منهم شويه، كنخاف دابا هاد الكريكيبات الملحه غنزولها باش ما تخسرليش البلان ديالي، ما تخسرليش هذا. باش تقدر تجمع في بلاصه وتبقى مجموعه. هنا عندي شويه نتاع الخص، غادي نكحز هادي شويه، غنستفو بهاد الطريقه هادي وغنقطعو. انا قلت لكم هذا غير الجوع د الليل، بعض المرات راه كتنوضي اولا كتجي الليل كتحسي براسك فيك الجوع بزاف فكتبغي ديبانيك شي حاجه. انا كنساعدكم نعطيكم افكار، دائما كندخلوا الانترنت باش كنساعدو في افكار. اذا كانوا هادو متوفرين عندك في البيت في ديك النقطه راه كتقدري تصايب منهم هاد الطبق هذا اللي غنبارطاجيه معاك دابا، كما انك ممكن تحضريهم على وعدم في البيت. يعني تكوني اذا كان عندكم توفرين هادو اولا تشهيتيها كوصفه وبغيتي تحضريها في البيت فهي سهله بزاف كتجي زوينه والصراحه كنصحك بها. لو كان عندي المايس كنت زدتو. المايس كيعطي التاكوس واحد البنه، وهاد لي ميني تاكوس كيعطيهم واحد البنه خطيره. هنا راني شفت شي واحدين مقطعين كبار فكنقدد على حسب الاحتياج ديالي. سالالي الفرماج حيت ما كما قلت لكم هذا جوع الغفله اللي عندي في الدار غادي نستخدمه، فعندي هادو غادي نستخدمهم. وغادي ندير صوص، غادي ندير لا مايونيز. انا هنا لا مايونيز غادي نصايبها في الدار. البنات حاولوا تصايبوا بحال هادشي في الدار راه ماشي صعيب. لا مايونيز بلاصه ما تشريها صايبيها في الدار غتصدق لك احسن، كتجي زوينه وكتجي سهله. بيضه ولا جوج بيضات على حسب انت شحال كتستغلي شحال كتحتاجي نتا المايونيز في السيمانه اولا في 3 ايام حيت ما غاديش تصبر لك بزاف. ودير هنا غنخلط المكونات كما كتشوفوا بهذا الشكل هذايا، وغادي نحطهم جانبا هنا. القولي وريقات نتاع التاكوس هما القولي غير جوج وريقات مبقاليش بزاف، فهذا هو اللي شجعني انني نبارطاجيها معكم. وانا قلت لكم بالنسبه للكميه نتوما واللي بغيتو، انا قلت لكم هذا جوع الليل يعني بغيت نديباني باللي عندي موجود، نتوما عاوتاني على حسب اشنو اللي متوفر عندكم. قطعتهم بهذه الطريقه باش نصايب لي ميني تاكوس، غنحطهم هنا. غادي نجيب مين كيتحل هذا فراسكم البنات، انا كندوغ ملي كنبغي نحل هذا كنتلف كيجيني دائما الحله ديالو صعيبه. فهنا غادي ننزلو هنا، غنزل شي وحدين باش ماشي كل مره نبقى كنحل، يعني غنفتحهم وغنخليهم جانبا. ما عرفتش كيبان لكم البنات هنايا طاوله العمل اولا لا، نحاول انني نقربها لكم هكا. فهادو محلولين ومحطوطين، غادي نجيب الموس باش غادي نقطع على حسب العبار اللي عندي ديال التاكوس ديال الميني تاكوس نتاعتي. فهنا غادي نجيب غادي نحط هاد الميني تاكوس نتاعتي بحال هكا، غنشد الحشوه ديالي. نتوما كتعرفوا هذا بلاتي قبل ما ندير الحشوه غادي ندير القياس نتاعتي نتاع الفرماج، فغنقطع هادي هكا وغادي ندير الحشوه. ماش ندير بزاف خصني ما تجيش فيها بزاف باش تبغي تشدني. غنقص هادشي وغادي نزيد شويه نتاع الخص، بما ان الامور في يدي نقدر نديرها كيما بغيت. ممكن انكم تضيفوا الحار، انا ما كنبغيش الحار بزاف خصوصا في الليل. كنجمعوا الحشوه بهذه الطريقه هذه، كنجمعوها مزيان وكنلويو. راني حاطه حدايا التاكوس هذه البانينيوز نتاع التاكوس باش كنديرها هكا وكننزلها في البانينيوز، ماشي سخونه بارده باش يطيبوا كلهم عبار واحد. فهنا عاوتاني كنقطع
الفرماج ديالي على حسب العرض ديال التنظيم ديالي، وغادي ننزل الحشوه ديالي اللي ما خصهاش تكون عامره نهائيا. فهنا غادي نبعد الحشوه ديالي بهذه الطريقه، هذه اللور، ونجيب هادو فوق بعضياتهم ونحاول نحكمها بهذه الطريقه هذه. فوالا، فراسكم البنات هاد الورقه هادي راه علاين نقول لكم تقريبا شحال، يمكن سيمانه هي عندي، غير هي باش بقيت انا محافظه عليها. اون فوا فتحت خديت القياس اللي خاصني سديت على هذيك الساعه، درت لها لي غرافوز، اولا ممكن انكم غير تلويوها مزيان غتبقى محافظه على راسها. فهنا انتما كتشوفوا كنجمع الحشوه ديالي مزيان بهذه الطريقه هذه، وكان كنلويها. انا قلت لكم كل ما كثرتوا كل ما صعب عليكم انكم تحكموا فيها، ولكن ملي كتحطوها في البانينيوز راه كتاخذ القوام اللي نتوما خاصكم فيه. لحقاش اللي زوين في الورقه نتاع التاكوس انها كطوع، يعني ما كتجبريش معها المشكل، الرضا الرضا يعني كتمشي معك. في انا كيعجبني نخلي هذيك الواجهه اللي محمره وهذا ديال التاكوس هي اللي كتبقى الفوق. فانا تنحط هادو كنشوف الا كانت شي وحده ناقصه من شي حاجه كنقددها. انا مهم عندي الخص في التاكوس، شحال من واحد يقول لك انا يعني ما كيلاش، انا بالنسبه لي واو التاكوس هو والخص التاكوس والخص صراحه التاكوس. فهنا غنبقى مستمره بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الحشوه ديالي كامله 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 بهذا الشكل هذا. يعني راه واخا كنخلطها مزيان بعض المرات كتلقاي مغرفه ما تهزلكش لا ميم شوز. فهنا كنحاول نجيبها مقاده وكنلوي. كدبش عليكم البنات، هاد التاكوس هذا ولا هاد الورق نتاع التاكوس حل الازمات، والله لا حل الازمات. بديت صافي تسبي بيه بريوات قنينطات اي حاجه اي حاجه اي حاجه، صدق غزال بزاف 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 صدق فيه. ما غاتشات لي الحشوه البنات، هاد الحشوه اللي غادي تشات وما غاديش تضيع. غنخليها غدا ان شاء الله، غادي نشري ورقات نتاع التاكوس. هنا راه مينوتري كتصوني لي، انا ما نقدرش نخدم بلا مينوتري اي حاجه باش ما كنساش. انا صراحه بعض المرات كنتلها بشي حاجه، هذه تفرقعات واخا تفرقعات غادي نستعملوها لحقاش في البانينيوز غادي تقاد، لا ما غاديش تقاد هذه. كما قلت لكم هذه الحشوه هذه اللي غادي تشد ما غاديش تضيع، غدا ان شاء الله غنصايب ورقه نتاع التاكوس وغادي نعاود نصايب يا اما تاكوس كبير او لا ميني بيتزا ميني تاكوس. انا جو بريفير لي ميني تاكوس كيجيو زوينين. ممكن انك تديري ان بلا برينسيبال يعني طبق رئيسي وتديري معاه طبق ثانوي، هادو يجيو كطبق ثانوي. ممكن انك تقليهم، عرفتي البنات جربتهم مقليين هكا مصايبين ومديولين في البيض والطحين ولا شابلوغ، خيال علمي وحق الله راضي. الناس اللي تتعشق الاكل انه خيال علمي، تتحصل على واحد المذاق تحفه. كنحاول ما امكن انني نزيرها مزيان باش حتى ملي نديرها في البانينوس ما تخرجليش من الجناب. وهذه هي الحشوه اللي شاطت، ما غاديش تضيع، غنخليها لغدا ان شاء الله كما قلت لكم الصباح. ولي بانينوز نتاعتي لي ميني بيتزا لي ميني تاكوس نتاعتي انا درتهم هنا، غادي نخليهم يطيبوا من بعد غادي نشوفوا النتيجه كي داير، اكيد غتكون النتيجه واعره. والله البنات اذا شربتوه ما غاديش تندموا. ها هو من بعد ما طاب كيجي المنظر نتاعو حلو زوين، كيجي بحال لي ميني تاكوس صغيورين، كيجي بحال فطائر، كيجي بحال قنينطات، كيجي زوين بزاف بحال لي سيغار. كتبقى فكره جديده وزوينه، نتمنى انها تكون نالت الاعجاب نتاعكم. فما تبخلوش عليا باللايك والشيراك وبالتعليق نتاعكم كتشجيعا للمحتوى الجيد والهادف. كما كتلاحظوا شوفوا كيفاش كتجي من الداخل، كتجي معمره وزوينه بزاف، كيجي فيها داك الفرماج غزال. كما انني حاولت ناخذ لكم دي فوتو باش تشوفوا، هانتوما الفلفله المنظر ديالو من الداخل كيفاش كتجي معمره، كتجي لذيذه بزاف. كما قلت لكم دعما منكم للمحتوى الهادف والجيد، عملوا شي لايك واشتراك وما تبخلوش عليا بالتعليق في حاله ما اذا عندكم شي تعليق. وشكرا بزاف على المتابعه.